قال إن الخردة لا يمكن تحويلها إلى فن. ها هو الفنان التونسي محمد الشرايطي يحول بقايا قطع الحديد الصلب إلى أعمال فنية تنبض بالحياة، فيحقق شهرة تجاوزت حدود مدينته. الشرايطي البالغ من العمر 53 عاماً بدأ العمل في ورشة أبيه منذ 13، ودفعه شغفه إلى ابتداع تماثيل كبيرة من الفولاذ على هيئة حيوانات وبشر وفي أشكال قطع أثاث وأبواب ولوحات وهدايا صغيرة. كان القطايا هذه تاع الميكانيك ما عادش تستعملها تاع الدراجات النارية، فهمت؟ وفما قطايا تاع الميكانيك تاع المحرك تاع السيارة، حتى هو القطايا اللي ما عادش نستعملها نولي أنا نستعمل فيها، نعمل لها عملية نغسلها، وثم بعد نعملها نخدمها تحف فريدة من نوعها. فنان الحدادة أتقن وأبدع في إنجاز أعمال فنية شديدة الحبكة والتعقيد على مدى نحو 4 عقود، فتربع على عرش هذا الفن في مدينة نابل الشمالية الشرقية في تونس. أنا أشتري الكثير من المجسمات التي يصنعها محمد. أشتري أحياناً أشياء قام بصنعها، وأحياناً أقترح عليه صنع مجسمات أخرى. أزوده بالتفاصيل وهو يصنعها. هو فنان، أنا أسميه الفنان المجنون، لكنه متميز فيما يصنعه ويصنع أشياء فريدة. ينظف القطع المعدنية ثم يلحمها معاً قبل أن يطفي عليها بالألوان لمسات إبداعية أخيرة، فتجاوزت شهرته حدود مدينته الصغيرة، حيث يزور زبائن من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ورشته لشراء الهدايا. وتراوح أسعار هذه القطع ما بين 35 دولاراً و5000 دولار بحسب حجم كل قطعة.